ما تبقى الآن مع معاذ محارب. جولة جديدة ما تبقى وفيها لا ثقة للإيرانيين بها، وتبرأ منها الحرس الثوري. أدوية إيرانية بينها حليب أطفال ضار تغزو أسواق سوريا الأسد. هي ضعف سعر الحوالات وقريبة من سعر صرف السوق السوداء. مصرف سوريا المركزي يصدر نشرة خاصة بالبدلات النقدية للخدمة الإلزامية ويصفها بأنها متغيرة. وعلى رأس القائمة السوريون أكثر المتضررين من القنابل العنقودية. سوريا تتربع على عرش الأخطر عالميا. حياكم الله. نشر موقع تلفزيون سوريا نشر تقريراً عن أدوية إيرانية بعضها عديم الفعالية وبعضها ضار. هذه الأدوية الإيرانية تغطي سوق الدواء في مناطق النظام، خاصة بعد استحواذ شركات دواء إيرانية على معمل تاميكو وهو أكبر معامل الدواء في سوريا. تقرير تلفزيون سوريا أشار إلى حليب أطفال إيراني يحمل علامة شركة بغا أو بغا، يجوز الوجهان. تم تصدير 40 طن منه إلى سوريا. سبق أن كشف تقرير صحفي إيراني، التقرير الإيراني كشف عن احتواء هذا الحليب على بكتيريا ضارة ونسبة من الكوليسترول هي من زيت النخيل. هذا ربما يكون أول الغيث الإيراني، هذا الحليب الضار، حليب الأطفال الضار الذي يملأ أسواق سوريا الأسد. البعض يقول أن سوريا الأسد بانتظارها أيام تشبه أيام العراق. إيران تفعل بأسواق سوريا الأسد ما تفعله بالأسواق العراقية على مدار سنوات. الأمر ليس جديدا. العراقيون وعراقيو الجنوب هم الذين رفعوا الصوت عاليا يريدون فراق المنتجات الإيرانية. الآن بدأت السيناريو يتكرر نفسه في سوريا. حليب ضار، حليب قد يكون يسبب الأذية للأطفال وفاقد للصلاحية. البضائع الإيرانية سوف تغزو الأسواق السورية. الإيرانيون استغلوا مسألة قانون قيصر للتغلغل أكثر فأكثر في السوق السورية، وهم أرسلوا وفودا للنظام لكي يعطوا النظام خطة لمكافحة العقوبات الأمريكية وعقوبات قانون قيصر، بالاستناد إلى
دعمهم للسوق السورية والسوق العراقية. يريدون أن يكرروا ما فعلوا في العراق ونفسه ما يفعلونه الآن في سوريا. سوق ضخم جدا سوف يكون للإيرانيين، مسألة المواد الغذائية وكذلك الصناعات الدوائية، كذلك سوق الاتصالات، كذلك أسواق سوق التعمير، الشركات البناء، كل هذه القطاعات تتغلغل بها إيران. هم وقعوا مطالع العام الماضي 11 اتفاقية مع النظام، وكلها اتفاقيات طويلة الأمد لمنافسة الروس طبعا، وللتغلغل والبقاء طويلا وطويلا جدا حتى لو رحل النظام. الإيرانيون لن يصدروا إلا الرداء للسوق السوري، لن يصدروا شيئا إلا الرداء، كما يصدروا للعراق الرداء هم سيصدرون للسوق السورية الرداء. هذا الحليب، حليب الأطفال هذا الذي كشف عنه القادمات الأيام، سوف تكون حبلة بمثل هذه الأخبار بين الفينة والأخرى، يكشف عن منتج إيراني إما فاقد للصلاحية أو ضار وغير صالح للاستخدام البشري يملأ الأسواق سوريا الأسد. هذا ما فعلته إيران بالعراق. إيران كذلك تعتمد على مجموعة من التجار السوريين الذين يدينون لها بالولاء، وأصبح من المؤكد أن السفارة الإيرانية في دمشق تلتقي بهؤلاء وبالاتفاق مع هؤلاء التجار السوريين المحسوبين على الإيرانيين، يلتقون معهم لينسقوا عملية إغراق الأسواق السورية بالبضائع الإيرانية. هي حتى اللحظة لم تظهر بشكل كبير جلي، لكن من المتوقع في قادمات الأيام. سوريا الأسد ليس لها إلا الرداء الإيرانية، البضائع أو الأسواق السورية ليس لها إلا هذه المنتجات الرديئة الضارة، كما حدث ذات يوم عندما صدرت الإمارات بضائع من ميناء جبل علي إلى السعودية وكتبت غير صالحة للاستخدام في الإمارات تصدر إلى السعودية. ونفس الأمر يحدث تماما بين الإيرانيين والسوريين والعراقيين، لا تستخدم في السوق الإيراني يصرفونها ويربحون طبعا في السوق العراقي وفي السوق السوري. الإيرانيون متغلغلون وشركاتهم تنجح في الاستمرار. إلى أي حد يمكن أن تستمر هذه الشركات؟ إلى أي حد هذا الأمر مرهون فقط ببقاء النظام؟ كثر يقولون مجرد إما رحيل النظام أو قصقصة أجنحة النظام أكثر أو أي حل، كل هذه الاتفاقيات التي عقدتها إيران مع النظام، اتفاقيات طويلة الأمد، سوف لن تسمن ولن تغني من جوع. طبعا البعض يقول أخطر الاتفاقيات، ليس هذه مسألة إغراق الأسواق السورية بالمنتجات الرديئة، هذه سوف تأتي على الهامش، لكن هو ما حدث في مسألة بيع وشراء الأراضي وسوق البناء والتعمير. هذا هو الحلم الإيراني القديم الجديد، ربط ميناء الخميني بالبصرة بميناء اللاذقية وما بينهما. هم اشتروا كثيرا وكثيرا جدا من الأراضي، عراب الشراء كان هو عبد الله نظام الدين، هذا هو الحلم الإيراني. بالتالي على السوريين في مناطق النظام أن ينتظروا مزيدا من الرداء الإيرانية ومزيدا من البضائع الإيرانية، والنظام كما في العراق لا يملك أصلا من أمره شيء، لا يملك أن يرد مثل هذه البضائع، و تجار محسوبون عليه ومحسوبون على الإيرانيين، هم الذين يغرقون الأسواق بهذه البضائع. أصلا هذا مسألة حليب الأطفال كانت أكثر من مش السنة الماضية انعدم من الأسواق، وقتها النظام قال والله لأنه باخرة الإيرانية المحملة بحليب الأطفال التي يستوردها عن طريق شركة إيرانية، قال والله تأخرت نتيجة العقوبات. والبعض يقول الموضوع ليس هو تأخر الباخرة، الموضوع كان له علاقة بالدولار، والنظام يريد أن يستثمر حتى في مسألة حليب الأطفال. حليب الأطفال في يوم من الأيام في السنة الماضية أصبح عملة نادرة جدا في سوريا. كشفت منظمة تنمية التجارة الإيرانية عن قيمة الصادرات الإيرانية إلى سوريا ما بين آذار وتشرين أول 2020، كشفت أن هذه الصادرات بلغت نحو 73 مليون دولار، في حين بلغت قيمة الاستيراد من سوريا نحو 10 ملايين دولار فقط. المنظمة أضافت أن حجم الصادرات الإيرانية في سوريا في مجال تصدير الخدمات الفنية والهندسية بلغ 2.2 مليار دولار بين عامي 2010 و2018.
لا مقارنة في ميزان التبادل بين الإيرانيين والسوريين. طبعا الكفة راجحة بالتأكيد بالنسبة للسوريين، لكن الإيرانيون دفعوا كثيرا للنظام وهم لم يتحصلوا على شيء حتى اللحظة على الأقل مما دفعوه، رغم كل المكاسب والمنافع، لكن مقارنة بما دفعه الإيرانيون للنظام هم لم يتحصلوا على شيء، على عكس العراق. العراق قدمت فسحة أمل كبيرة للنظام الإيراني للنجاة من العقوبات على مدار سنوات. العراق كان هو نافذة للإيرانيين من أجل تهريب الأموال وغسيل الأموال والحصول على العملة الصعبة، وكذلك الأسواق العراقية أغرقتها إيران بمنتجاتها الرديئة والضارة والفاقدة الصلاحية كما تفعل في سوريا. هناك مافيات للدواء برعاية شخصية من الميليشيات الإيرانية، جماعة الحشد الشعبي، هم من يغرقون الأسواق العراقية كذلك بالأدوية الفاسدة والمنتجات الغذائية الفاسدة، كما في مسألة حليب الأطفال الإيراني في سوريا. إيران في العراق بحكم التجاور كانت سطوتها أعظم وأعظم، وهذا الذي يخشى منه في قادمات الأيام في مناطق سوريا الأسد إذا تغلغلت أكثر وأكثر إيران. إيران دمرت الزراعة والصناعة العراقية، جففت الأنهار، هناك أنهار صغيرة تأتي من إيران إلى العراق جففتها إيران. دمرت الصناعة العراقية، فككت آلاف وآلاف المصانع وسرقت محتوياتها. الزراعة وصيد الأسماك كثر، يعني كل القطاعات تقريبا إيران دمرتها في العراق بأيدي عراقية، أيدي الميليشيات العراقية، كي تغرق الأسواق العراقية ببضائعها. هم يصدرون للعراق منتجات فاسدة ومنتجات فاقدة الصلاحية ويتحصلون على أثمانها أضعافا مضاعفة من العراق على مدار سنوات. هذا ما يفعله الإيرانيون، ربما يفعلونه في مناطق النظام في قادمات الأيام. جرفوا البساتين، الإيرانيون جرفوا البساتين، البساتين جرفوها خدمة للمشروع الإيراني. الميليشيات الإيرانية، ميليشيات الحشد، الميليشيات الولائية، ما يطلق عليها الميليشيات الولائية، هي الراعي الرسمي لإنفاذ المشروع الاقتصادي الإيراني في العراق. هذا الذي تحصل عليه العراق من الإيرانيين، وهذا الذي تحصلت عليه سوريا من الإيرانيين، فضلاً عن القتل والتشريد والاستباحة والتهجير، تدمير البنية الاقتصادية وإغراق الاقتصاد بكل هذه البضائع الرديئة. والمشكلة البضائع الإيرانية أنها رخيصة الثمن، رخيصة يعني لا شيء، هذه لا يمكن أحد أن يستخدمها، يعني تغرقها في العراق وسوف تغرقها في سوريا. هذا هو الجار الإيراني، ما الذي سوف يأتي من الجار الشرقي؟ هذا الذي يأتي من الجار الشرقي، الويل والثبور وعظائم الأمور. ذات يوم جرير هجى الفرزدق فقال له، يعني مسألة الجار هذه مسألة مهمة، هذا البلاء، هذا هو الجار، يقول لك كيان يعني من الوجود الطبيعي في الأرض هذا، ويجب أن نتعايش معه. البعض يعني تتفتق قريحته ويقول لك يعني يجب أن، لأنه كيان طبيعي يعني وموجود يعني وليس كيانا طارئا، فيجب عليكم أن تتفاهموا معه. مع هذا الجار تفضل تفهم، مع هكذا جار، هكذا البعض يقول، تفضل وتفهم مع هكذا جار. جرير هجى الفرزدق ذات يوم وقال، وما كان جار للفرزدق مسلم ليأمن قردا ليله غير نائم. هكذا هجاه، وهذه مسألة الجار يعني مسألة، والبعض يقول لك والله هذا جارك ويجب أن تتفاهمه، تفضل عزيزي وتفاهم مع هذا الجار، هكذا البعض يقول. برر مدير العمليات المصرفية في مصرف سوريا المركزي مضاعفة سعر الدولار الرسمي مقابل الليرة الرسمية السورية بمبلغ 2550 ليرة، ضمن ما أسماها نشرة البدلات الخاصة بتسديد بدل الخدمة الإلزامية في سوريا، بأنها تعبر عن الأعباء المالية للمكلف ولا علاقة لها بأسعار الصرف. بشار الأسد كان أصدر في تشرين الثاني الماضي مرسوما تشريعيا رفع فيه بدلات الخدمة الإلزامية حسب مدة الإقامة خارج سوريا، وقال إنها حسب سعر الصرف الذي يحدده مصرف سوريا المركزي.
صنفت شركة الاستغاثة الدولية صنفت سوريا على قائمة الدول الأخطر في بقاع الأرض لعام 2021. هذا التصنيف يعتمد على الخريطة التفاعلية السنوية التي توضح للمسافرين الأماكن التي يرتفع فيها احتمال تعرضهم لأخطار أمنية. سوريا صنفت الأخطر إلى جانب ليبيا وأذربيجان، بينما صنفت من أكثر الأماكن التي تنعم بالأمان كل من سويسرا والنرويج وفنلندا. في سياق ذاته، وثق الائتلاف المناهض لاستخدام الذخائر العنقودية وثق مقتل أكثر من 4000 شخص بالقنابل العنقودية خلال العقد الأخير. 80% من هؤلاء الضحايا سوريون. في سياق الآلام والأوجاع السورية كذلك، كشفت مجلة دير شبيغل الألمانية عن وثائق تقول إنها تثبت كذب فابرز لغيردي مدير الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل فرونتكس. توضح المجلة أن مدير فرونتكس كان على علم بعمليات إعادة اليونان للاجئين إلى المياه التركية ببحر إيجا، لكنه تكتم على ذلك. دير شبيغل أضافت أنها توصلت لوثائق تؤكد أن اليونان أعادت عددا من اللاجئين بشكل غير قانوني إلى المياه الإقليمية التركية.
تعلم فرونتكس وتتكتم، والكل يعلم، الكل يعلم. دير شبيغل تقول لك فرونتكس تعلم وتتكتم، وتكذب فرونتكس عندما تقول نحن لا نعلم. تعلم بهذه عمليات الإعادة غير القانونية للاجئين، وجزء كبير من هؤلاء سوريون كذلك الذين عادتهم اليونان. إعادة غير قانونية يعني تضربهم، أحيانا تغرقهم في عرض البحر، تهينهم، تذلهم، تسرقهم، شتى صنوف المعاملة السيئة والقذرة كانت تمارسها السلطات اليونانية مع اللاجئين جلهم. طبعا جزء كبير منهم سوريون وعراقيون وكذلك من شتى بلاد العربي أوطاني كانوا يتعرضون لهذه المعاملة. السوريون دوما لهم نصيب، دوما في كل عرس للحزن لهم قرص على هذا الكوكب. صنفت سوريا الأخطر، الأخطر على سطح الكوكب، إلى جانبها كانت ليبيا وأذربيجان. يعني ليبيا وأذربيجان الآن أمورها جيدة، يعني تحلحلت الأشياء، نسأل الله السلامة لهم وأن تتحلحل أمورهم وأمورنا، لكن ليبيا يعني هدأت الأحوال بها ويبدو يعني ماضية إلى الأمام. كذلك أذربيجان أمورها جيدة، بقينا نحن في القاع، بقيت سوريا في القاع. قال لك أكثر الذين ماتوا بالقنابل العنقودية على مستوى الكوكب سوريون، البعض يقول لك وأكثر الذين ماتوا بالبراميل سوريون، وكثير وأكثر سلسلة الأكثر هذه على مستوى الكوكب. السوريون دوما هم رقم واحد في هذه القصة، ثم يخرج بعض المتفيقهين ليقول لك والله أنتم السوريون لم تستطيعوا أن تقنعوا العالم بعدالة قضيتكم. الآن هناك موجة للتفتق من البعض، قال والله أنتم السوريون لا تحتاجون، يعني لم تعرفوا كيف تقنعوا العالم بعدالة القضية بعد كل هذا الذي جرى. تمام، ما تبقى غدا بإذن الله 9 مساء توقيت دمشق، ما تبقى دمشق.